يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور حمزه لاري حياك الله معانا. الله يحييك. مشكور دكتور محمد على الاستضافه. الله يسلمك. ان شاء الله. شكرا حضرتك دكتور. دكتور حضرتك اختصاصي في الاشعه التداخليه، هذا التخصص الجميل واعتقد اللي مو كل الناس يعرفونه، ففي البدايه دكتور ابيك تسولف لي عن هذا التخصص، شنو هو وشنو ياخذ شريحه من الناس او من المرضى. صحيح، يعطيك العافيه دكتور محمد على اتاحه هذه الفرصه، وان شاء الله نقدم ماده مفيده للمشاهدين. تخصص الاشعه التداخليه يعتبر من التخصصات الجديده، خاصه في اكثر من شق في هذا المجال، في شق اللي هو الاشعه التداخليه للاوعيه الدمويه، هناك اشعه تداخليه للجهاز الحركي، ويتطرق في بعض التخصصات اللي هي فيها الباطنيه اللي هو حق القلب وغيره، ولكن الاشعه التداخليه انا متخصص في الجهاز الحركي وعلاج الالم. فنستخدم طرق مختلفة من الأشعة، مرات نستخدم الأشعة المقطعية، الأشعة العادية، الأشعة السينية، أو نستخدم السونار، وهذا النوع اللي قاعد يطور بشكل كبير. نستخدم هذه الوسائل للوصول إلى مصدر الألم في الجسم وعلاجه باستخدام إبر، قسطرات وأنواع مختلفة من الإبر، بالإضافة إلى التكنولوجيا من التردد الحراري وغيرها من أمور. ممتاز دكتور، هذا التخصص ليش قام يظهر بالفترة الأخيرة؟ أعتقد من زمان المفروض أنه يكون فيه أو منتشر هذا التخصص، بس الحين بالفترة الأخيرة قمنا نسمع عنه بشكل كبير، السبب دكتور؟ صحيح، هناك أسباب لها علاقة بالتكنولوجيا، التكنولوجيا كل ما تتطور أكثر يتطور هذا التخصص. يعني أنا أطرح وايد الموضوع حق زملاء وغيره، أقول لهم أحد الأصدقاء والده كان دكتور أشعة، فكان يستخدم أو سمع أن جهاز السونار، جهاز السونار كان جدا كبير وحاطه، كان أول دكتور يمكن حتى كان بالكويت مستخدمه. الجهاز هذا الحين صار بحجم تليفون موجود بالمخبات، واحد يقدر يستخدمه. طبعا في هناك تفاوت بالجودة الأمور هذه، ولكن التكنولوجيا بشكل عام كل ما قاعد تتطور كل ما هذا التخصص نقدر نستخدمه لعلاج أمور ما كانت تستخدم بالسابق. ممتاز دكتور، بالنسبة حق علاج الألم دكتور، شنو يعني الآلام مثلا اللي يتدخل فيها هذا التخصص، أو أنه هي منتشرة وتشمل كل الآلام اللي تكون في الجسم؟ صحيح، سؤال جدا حلو، وايد ناس من برا التخصص او برا الجانب الطبي يسألون في، طبعا كل شيء احنا باجسامنا تسبب الم، وهذا الالم يستدعي ان نروح الطبيب نشوف شنو المشكله ونعالجها. تتدرج الالام، او يعني مثل ما تقول نقدر نرتبها على اكثر من كاتيجوري وسبب، من الاسباب مثل الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز الدوره الدمويه والقلب، ومن الامور تسبب الام. المثال البسيط اللي مثلا الذبح الصدريه بعيد عن الكل، اول ما المريض يجي الذبح الصدريه يروح حق الدكتور الطوارئ، الدكتور الطوارئ يحوله حق مثلا دكتور القلب، فالالام هذه كلها موجوده، ولكن التخصص يعي في الام الجهاز الحركي من مفاصل، عضلات، الظهر، الرقبه، كلها لها علاقة بالعضلات، الأوتار، الأربطة المحيطة والأعصاب. فكثر ما احنا نعرف مصدر الألم باستخدام الفحص الكلينيكي، التاريخ المرضي والأشعات التشخيصية، ثم نستخدم الأشعة التداخلية للوصول إلى هذا المصدر بدقة وعلاجه بطرق مختلفة. ممتاز دكتور، راح نطلع فاصل وراح أسألك أكثر عن الناحية الرياضية والآلام اللي تيجي حق الشخص من الناحية الرياضية، وشنو دوركم في الطرق العلاجية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث الشيق مع دكتور حمزة لاري. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتور حمزه لاري قبل شوي تكلمنا عن الاشعه التداخليه وعلاج الالم، وما شاء الله عليك يعني بينت لي بشكل مفصل وجميل شنو هذا التخصص وما هو دوره، لكن بشوي نتخصص اكثر في الناحيه الرياضيه. دكتور شنو دخل التخصص مالكم هذا في الناحيه الرياضيه، وشلون ممكن هو يساهم بطريقه ايجابيه؟ ممتاز،
طبعا اول الاصابات الرياضيه هو مثلا الاصابات اذا كانت حاده او مزمنه. الاصابات الحاده يتخصص فيها المعالجين الطبيعيين دكاتره العظام ومن هالامور، فيتخصصون فيها ويعطون فائده للمريض عاده، يعني يكون كافي ووافي حق الامور. احنا نتخصص اكثر بالتشخيص الامور اذا ما كانت واضحه، بمعنى ان مرات المريض يروح مثلا صارت له اصابه رياضيه، يروح المستشفى ممكن يسوي له اشعه وخلاص يعرفون الجواب ويتشافى ويقولوا له هذا التشخيص وهذا العلاج. التخصص خاصه انا اقدر استخدمه بالحالات اللي ممكن شويه تكون معقده او يحتاج لها فهم اكثر ودقيق اكثر على اساس نوصل الى التشخيص الصحيح ثم العلاج. انا اشبه التخصص والوسائل المتاحه بالاشعه التشخيصيه والتداخليه مثل الاسلحه. انت مرات تبي عندك عدو تبي تهاجمه وعندك اسلحه مختلفه، لازم تعرف عدوك وتستخدم السلاح الصحيح. لذلك الموضوع هذا يشابه مثلا استخدام الاشعه السينيه، متى استخدمها؟ مرات مع حركه بدون حركه، مرات الاشعه نفسها استخدمها المريض مع الحركه واشوف حركه المفصل مع الاشعه المستمره. مثال ثاني، متى استخدم الاشعه المقطعيه وبالطريقه وشلون الطريقه يعني المناسبه، بالاضافه اللي هو العلم اللي جدا فيه تفاصيل جدا دقيقه هو الرنين المغناطيسي. اي انسان يقول لي والله دكتور انا سويت الرنين المغناطيسي، اقول له تعال راوني الاشعه تشوف شنو التفاصيل، هذه الصور الدقيقه اللي فيها تخصص وامور تفصيليه كثيره، ونعرف انه يمكن لا نفس المفصل هذا روح اسوي له اشعه مقطعيه واكتب له التفاصيل والطريقه المعينه اللي يتبعها فني الاشعه لاستخدامها. فبالتالي هالاسلحه هذه نستخدمها غير السونار طبعا، والسونار الشيء الجميل فيه مثل ما شبهت اني مرات مثلا حتى المريض ما يدري ان انا اقدر اشخص فيه بطريقه ممتازه. اللي يميز السونار اني اقدر استخدمه مع حركه، يعني في احد يعني احنا يمكن مو متوفر حاليا عندنا، ولكن اسال المريض انه يحرك هذا المفصل او يتحرك. بعض العيادات عندهم التريدميلر يمشي المريض على المشايه هذه، والسونار على طول يشوف هذا المفصل او مثلا المكان هذا قاعد ينخلع مع الحركه عليك نور، فيسميه دايناميك ام ار اي. مثال هم بسيط جدا، مرات العضله يكون فيها الم، المريض يروح يسوي كل اللي يسويه رنين مغناطيسي وغيره ما يصل التشخيص. بمجرد ان احط السونار واقول له يسوي حركه عضليه معينه نلقى يصير افتاق بالعضله. هذه من الامور اللي صعب نشخصها، لذلك انا شبهتها مثل ما نستخدم السلاح الصحيح للتشخيص الصحيح على اساس نحل اللغز هذا الموجود عند المريض. ممتاز. دكتور بالنسبه حق التعايش مع الالم، يعني في انا اعرف ان الكثير من الناس يكون عندهم الام معينه ويتعايش معها العمر كله. اعتقد الحين دكتور بوجود هذا التخصص المفروض انه ينعدم التعايش مع الالم. صحيح، طبعا دورنا احنا يكمن مو بس كشخص واحد طبعا او تخصص واحد، يكمن مع التعاون مع كافه الطرق هذه، كافه عفوا التخصصات الموجوده كتيم كفريق كامل. احسنت عليك نور. فاحنا يعني يفضل ان بعض الاماكن يعني عندنا او مثلا عندنا البريفليج ان قاعد نتعاون مع مثلا تخصصات معينه. نعم. نعطي اداء اكثر، ولكن هذا التخصص كان حتى يعني حتى بالمؤتمرات الطبيه يقولون توز جاب، يعني كان في هناك فجوه في التخصص هذه. نعم. عبت الفجوه هذه وحاولت تساعد امور بحيث انها لا تكون هي جراحيه ولا تكون تحفظيه، هي حلقه الوصل بين العلاج التحفظي والعلاج الجراحي. ممتاز. دكتور حمزه لاري انا اشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمه. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.